اوكي، هل الجرامر هينفعنا في اختبار ريدنج؟ يعني المفروض نشرح ريدنج اليوم، هل الجرامر قواعد هينفعنا في اختبار ريدنج؟ في سؤال اساسي اسمه ريفيرز تو، سؤال ريفيرز تو. اذا لازم اعرف يكون عندي باك جراوند كويس اباوت جرامر. فور اكزامبل، كلمه ذس وكلمه ذيس هي في اختبار ريدنج توفل اي تي بي يسالني يقول لك ذس عايده على شنو، وفي كلمه مفرد وفي كلمه جمع، يبقى اوتوماتيك عارف ان ذس عايده على كلمه سنجلر مفرد، طيب ذيس عايده على كلمه جمع. يقول لك سبجكت بروناونز، يقول لك مثلا ضمير ات، ويجيب لك مثلا ستودنتس، ويجيب لك سكور، انت اوريدي عارف ان هي على تعود على السكور. فخلي بالي من الجرامر، هيفيدنا في اختبار الريدنج ان شاء الله.